يسلموا ايديك، بس والله كثير هيك. ان شاء الله عجبوك يا عمي. ايه طبعا، كل شيء بيجيبه الغالي حلو. عمي انت بتستاهلي بتستاهلي، ولا نسيتي انت بنت مين؟ لا ما نسيت، انا بنته لعباس الله يرحمه، وعمي حمزه الله يخلي لي اياه طول العمر فوق راسي. ستك ام العباس امرت انه نتحضر ونتوضب لجهاز مال الشام، بنت الحسب والنسب، بنت العز والجاه، ونحن ما فينا نخالف الاوامر. ايه بس انا ما خلصنا بقى عمي، ما بدا مستحى، ورحمه عباس وابو العباس تحت التراب. لا اعمل لك عرس تحكي فيه الشام كلياتها من كبيره لصغيره، واللي بده ياخذك بده يكون رجال وقبضاي وقدع ومعدل، ها، لانه عم ياخذ مال الشام. مو هي يلا بنت يعني ما رح تنسيها هالسيرة لك اختي؟ ما رح تنسيها بقى؟ لا ما رح انساها، ما رح انساها بنو. عم تتعبي حالك على الفاضي. يعني انا ما عم افهم ليش بعد ما درسنا وتعلمنا امك بدها ايانا نتعلم كار الخياطه؟ ليش غلط اذا تعلمنا بالمدارس نتعلم كار الخياطه لك اختي؟ اختي غلط ولا مو غلط، انا ما بحب لها الشغله، شو بالغصب يعني يا؟ جاية جاية بدي لحق للحق غسيل وطشطف ولك ناسي. ايوه يلا جاية. يا ميت اهلين وسهلين. اهلا وسهلا. كيفك يا اختي مطالب؟ اهلا وسهلا. اهلين كيفك لك اختي؟ اهلين تقبري قلبي. شو هذا مطالب انت عم تشطفي؟ شوفي يا لقيت اوس خلت حالي بعمل لها شطفه. شوفي يا راح تجنني، انت حبله ولسه حبلك باوله. لا والله لو كانوا خالتي ام سليم وامك ام صبوح بعدهم عايشين لهلا كانوا عملوا لك طنه ورنه على هالعمله. اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. المشكله لك اختي ما بحسن اقعد بلا شغل، بطق ما بحسن اقعد بلا شغل. احنا ما صدقنا مسك حبلك بعد كل هالسنين، بركي هيك رب العالمين بعدي اسمه بيطعمك صبي كلهم كم شهر ويمضوا على خير. ولك اختي خففينا شغل اختي ام طالب، برحمه وش السعد ديري بالك على حالك وعلى صحتك. ان شاء الله بتقبر قلبي، لو كانت قاعده عايشه لهلا كانت هلا بنت صبيه بتاخذ العقل، عمرها 16 سنه. لك اختي ام طالب الله يخلي لك مريم وصالحه، وان شاء الله باذن الله الله بيطعمك هيك بنت وصبي بدل وش السعد. والله يا اختي اذا رب العالمين بيطعمني بزينه بنات وبزينه صبيان ما بينسوني وش السعد. هدول البنات عن اذنكم رح افتح لهم الباب. انا بفتح. لا خلي عنك تقبريني، انا بفتح. الله يصلحك يا عم احمد، ضروري تجيبي سيره وش السعد قدامها لام طالب. المساكين مرق على موتك بنتهم هالقد سنين ولهلا ما قدرانين ينسوها. هي والله معك حق، زله لسان الله يخزي الشيطان. لا حرام، بيقولوا ابو طالب كل ما اجت سيره بنته بتغرغر عيونه بالدماء. الله لا يلوع مخلوق على محب. امين يا رب العالمين. يعطيك العافيه امي. الله يعافيكم يا حق. الله يعافيكم. ايدك يا امي. يلا يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. عنا جوا جارات ام احمد وام صابر. ايه منيح بركي بيساعدوني عليكي. يو شو بدهم يساعدوكي علي؟ احكوا شو بكم، ليش هيك عم تطلعوا ببعضكم؟ شوفي يا ماما مريم مثل ما هذا ما لها حابه كار الخياطه. هي علينا على هالسيره، ما كنا نعرف نخلص منها. لك امي ما بحبوا لهالكار، ما بحبوا. شو بالغصب بدكم تعلموني اياه؟ كنت ما درست وتعذبت. وطي صوتك، عم بقول لك عم بشيلوا جيراتنا. يلا فوتوا فوتوا سلموا علينا. حاضر فوتوا. السلام عليكم. اهلين اهلين. شلونك حالتي؟ كيف حالك؟ اهلين حبيبتي. اهلين يا عمري. اهلين اهلين يا ميت. اهلين وسهلين. يسلم لي هالوش انت وياها. اسمعوا على هالسيره، قال مريم خانو ما بدها تكمل تعليم كار الخياطه. يو هلا الحكي لك خالتي، في حرمه بالدنيا ما بتتمنى تتعلم كار الخياطه؟ لك كار الخياطه كنز بايد المره لك خالتي. لك وبكره ان شاء الله بس تتجوزي ويصير عندك اولاد، مين اللي بده يخيط لاولادك وجوزك؟ هلا اذا تركتي من عند معلمتك رح تعدي بالبيت لا شغله ولا مشغله. ايش شو ما عملت اعمل، والله مالي حاببته لهالكار. اسمعوا على الحكي، الموها مصلحتها لبين ما شقت طبخه عاملي سجقات كمان عم تطبخي لك ام طالب.
اسمعي كلمة أمك ولخالتي، الحرمة يلي ما معها كارل خياطة مثل الحرمة يلي ما بتعرف تفك الخط. عن إذنكم بس نغير أواعينا مشان نساعد أمي بالأكل. تفضلوا حبيباتي. إنتي هدول بدنا نعملهم متبل الله يرضى عليك. لك عم تقبلين. إجا عمي حمزة. سبحان من زرع المحبة بقلوب البشر. قديش هالبنت متعلقة بعمها. حبيبة قلبي. بزمتي بديني فرحت لك من صمصيم قلبي يا مال الشام. وجاي بارك لك بالنجاح رغم انه شغلي لفوق راسي وعمك ابو حسام ما بينترك لحاله. تقبري قلبي، الله يبارك فيك يا حق. قولي لي تقبري لي تعي. ستك ام عباس كيفها؟ مثل العاده، خلقها بروس فنخيلة. ربي يشفيها ويعافيها وترجع توقف على رجليها من اول وجديد يا رب. من تمك لابواب السما. الله يسلمك. قولي لي مال الشام وعمك حمزه كيفه؟ يقبر قلبي، طاير عقله من الفرحه، وخصوصي اني رحت لعنده على الفن وفرجيته الشهاده. لك لك عمك حمزه عنده اياكي بغلى عيونه. بعدين هو عمك مثل ابوك يو. ايه والله مزبوط. ايه خالتي، بس بدي احكي لك شغله بيني وبينك. قولي تقبريني. شوفي عمي حمزه كل يوم متاخر على البيت، وانا والله العظيم عم بقلع عليه كثير. تقبري عيوني، ديك عمك حمزه صار رجال قد الدنيا، بيكون عم يسهر مع رفقاته. قلتي؟ ايه لكن تقبريني وين بده يروح لك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بنتي ام حسن. اهلا اهلا. يا تقبري عيوني اهلي حبيبتي. اهلي عن اذنكم لحلق على الكوسايات وراجعت لكم. اذنك معك تقبريني. الله معك اخي القلب. ايه اختي مبارك نجاح مال الشام وعقبال ما تفرحي فيها يا حق. الله يبارك فيك. كيفك اختي؟ كيف وجوزك ابو حسان؟ اخ يا اختي اخ، بيني وبينك والله ابو حسان على طول مصبص، الله يعينه ويساعده. المهم تقبري قلبي، انت كيف صحتك؟ كيف عافيتك؟ والله انا صحتي كل ما لا لورا، وغياب حمزه عن البيت كل يوم والتاني رح يقصر عمري اكثر ما له قصير. لك يا تقبري قلبي، حمزه صار رجال وله معارفه واصحابه، وين بده يروح يعني لك اختي؟ وين بده يروح؟ والله انا كل خوفي يكون صار مع الرجال اللي عم يقاتلوا الفرنساوي. يو معقوله؟ هيك قلبي عم يقول لي، وخايفه يصير معه شيء مكروه لا سمح الله، ومالنا معيل غيره من بعد رب العالمين. ما بكفي اخوه الكبير يلي راح وحرق قلبي عليه، وانا رجل هون ورجل بالقبر، وكل خوفي على مال الشام من بعدي. شو اعمل لك اختي؟ شو اعمل؟ يو انت الثانيه لك اختي، لا تسوديها كثير، خلي ايمانك بالله قوي. لا اله الا الله محمد رسول الله. معقول عمي حمزه يكون مع الرجال اللي عم يقاتلوا الفرنساويه بدون علمنا؟ يا على قامتي والله روحي متعلقه في انا. عمي حمزه يقبر قلبي، الصوت شحنون. السلام عليكم. عنك عنك ايدك. الله يرضى عليكي. الله يرضى عليكي يا مال الشام دنيا واخره، ويبعث لك ايام حلوه مثل هالوش الحلو. تقبر قلبي والله مكتر اغراض كثير. ما في شيء بيغلى عليكي يا عمي، بدنا نحتفل احتفال كثير كبير ويكون على قد هالمناسبه. بتصدقي بالله قلبي من جوا فرحان من نجاحي. ايه ما بكفي بعت لنا كوسه وقطايف ومحاشي ولحمه؟ لا ما بكفي، لك انت مال الشام الغاليه. تقبر قلبي ان شاء الله، الله يخلي لي اياك. اجت خالتك ام حسام؟ ايه شحجوها. ومن عباس طمنيني كيف اليوم؟ مثل العاده ضايق اخلاقها، واللي مزود عليها اكثر تاخيرك على البيت، عم يغلي قلبها وقلبي كمان. مال الشام هي السيره بتسكري عليها على اخيها شوي بعدين نحكي فيها. اجي حطي الاغراض ببيت المونة وتعي لقلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايدك امو. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. ايدك خالتي. لك تقبر قلبي شو مرضي. خلينا ياكي. مال الشام تعي لقلك. تعي شوفي شو جبت لك. شوفي لي هالطوب. تقبر قلبي ان شاء الله بياخذ العقل. بس انا والله ما بدي غير سلامتك. انت بتستاهلي عمي. بتستاهلي.
وهذا الطوق بليق بنجاحك. يا سلام يا سلام على هالطوق، شو حلو. يا عيني يا عيني على هالطوق، شو حلو. يسلم ودياتك تقبرني. شلون عمي؟ ان شاء الله عجبك. تقبر قلبي بياخد العرق. يلا لكان اشتحي لي هالطوق اللي برقبتك والبسي هاد، خلينا نشوفه عليكي. بس انا هذا الطوق ما بحب اشرحه عمي. لك عمي هذا الطوق اللي برقبتك انتيكا وصار قديم وما في غير هالخرزه. عمك معه حق يا مان الشام، هذا الطوق يلي برقبتك صار له اكثر من 14 سنه. يو تخ. بس انا والله بحبه. مو انتوا قلتوا لي انه هذا من ريحه ابي؟ والله اللي عم تحكي يا مال الشام مزبوط، بس كمان عمك حمزة اشتهالك هالطوق. أنا برأيي تلبسي وتقبلي. عمي الطوق مقبول منك، بس أنا هذا الطوق ما فيني اشرحه. خلص قاعدتي، خلص يا عمو، اتركوها اتركوها على راحتها. اسمعي عمي، البسي هالطوق وشوفي، عجبك عجبك، ما عجبك ببقى بجيب لك واحد غيره تكرم عينك. لا يو عجبني كثير، بياخد العقل والله، بس أنا هذا الطوق والله ما فيني اشرحه. مرة واحدة جنحت وحسيت حالي مثل الضايعة. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرز بالذهب والبضاعة.